تطلب المدرسة وكذلك الدوائر الحكومية كل فترة منا صورا شخصية، فهل يجوز إبقاء الصور من أجل ذلك؟ إذا كانوا أجبروكم على هذا والأمر يدور بين أنكم تتركون الدراسة ولا تصورون، ارتكبوا أخف الضررين وهو التصوير، لأن ترك الدراسة أعظم ضرر من التصوير، يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. التصوير لأجل الدراسة هذا أمر يجوز، لأنكم لو تركتم الدراسة فالضرر أعظم. نعم، ويكون الإثم على من ألزمكم بهذا. نعم.